بصراحة أدهم يجن، تقيل كده واثق من نفسه يعني راجل. آه هو يعني أدهم كويس بصراحة. أنت مالك بتقوليها من تحت درسك قوي كده ليه؟ بصي بقى بصراحة يعني يا دوكز الموضوع ده هيخليني يعني شكلي وحش قوي قدام عامر وصحابه، وبعدين يعني هيبان برضو قوي ان انا السبب ان موضوع ادهم ويسرى ده ما يكملش. طب بقولك ايه يا دينا، يعني مبدئيا اكيد انا ما حبيتش ادهم، يعني لسه ما لحقتش احبه، والاكيد اكتر ان اصحابك دول كلهم ما يفرقوش معايا. بس لو ادهم عرف يحسسني ان هو الراجل اللي يستاهلني فاكيد انا مش هفكر مرتين. تمام يلا باي بقى. طب انا يعني هعمل ايه بقى؟ انا دلوقتي انا هعمل ايه؟